ثم اختلف أهل العلم هل تقبل توبة من سب الله عز وجل أو سب رسوله أو سب كتابه؟ اختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول أنها لا تقبل توبتهم، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد بن حنبل، أنها لا تقبل توبته، وأنه يقتل كافرا ولو رجع، ولو قال إنه تاب، ولو قال إنه أخطأ، فإنها لا تقبل، لا بد أن يقتل كافرا، يقتل ولا يصلى عليه ولا يدعى له بالرحمة، ويدفن في محل بعيد عن قبور المسلمين ولو تاب، لأن هذا يقولون إن هذه الردة أمرها عظيم كبير ما ينفع فيها التوبة. وقال بعض أهل العلم بل إنه يتوب، بل إنها تقبل توبته إذا علمنا صدق توبته ورجوعه إلى الله، وأقر على نفسه بالخطأ، ووصف الله تعالى بما يستحق من صفات التعظيم، فإننا نقبل توبته، لأن الآيات الواردة في قبول التوبة عامة لم يستثن فيها شيء، مثل قوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومعلوم أن من الكفار من يسبون الله ومع ذلك تقبل توبتهم، وهذا هو القول الصحيح. إلا أن ساب الرسول عليه الصلاة والسلام تقبل توبته ويجب قتله، بخلاف من سب الله فإنها تقبل توبته ولا يقتل. نعم، لا لأن حق الله دون حق الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لأن حق الله لله، وهو قد أخبرنا بأنه يغفر الذنوب جميعا، كل من تاب تاب الله عليه، فما دام الله أخبرنا بعفوه عن حقه إذا تاب إليه العبد، فإننا لا نقتله، نقبل توبته ونقول ثبتك الله على ما رجعت إليه. وأما ساب الرسول عليه الصلاة والسلام فإنه يتعلق به أمران: أمر شرعي لكونه رسول الله، وأمر شخصي لكونه من بني آدم. الأمر الشرعي لكونه رسول الله يقبل ولا لا؟ يقبل إذا تاب، فنقول توبته مقبولة، ولكن يجب أن يقتل لحق الرسول عليه الصلاة والسلام، يجب أن يقتل لحق الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا قتلناه غسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه مع المسلمين، نقتله على أنه مسلم لأننا قبلنا توبته. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ألف في ذلك كتابا سماه الصارم المسلوم، الصارم المسلول، في تحتم قتل ساب الرسول، وأن يتحتم قتله بكل حال. فإن قلت أليس قد ثبت أن من الناس من سب الرسول عليه الصلاة والسلام وقبل الرسول عليه الصلاة والسلام منه وأطلقه؟ فالجواب أن نقول نعم هذا صحيح، لكن متى كان هذا؟ في حياته وعفى عنه، لكن بعد مماته ما ندري، ونحن ننفذ ما نراه واجبا في حق هذا الذي